لا يعبث بالدين. لما تحدثنا في مسألة الإدارة في قراءة القرآن وقراءة القرآن على الألحان، قال شيخ الإسلام رحمه الله: من يفعل ذلك بدعة. بعض الناس وللأسف وقد يكونون أئمة مساجد ويستبيحون لأنفسهم هذا الأمر، يتعلمون ما يسمى بالمقامات الغنائية، ولذلك يأتي الشيطان إلى أمثال هؤلاء فيقولون: نحن نتعلمها لا على طرق العزف وإنما بالتلقي، لكن هي مقامات غنائية، الطريقة واحدة، المحصلة واحدة، سواء تعلمت أو تعلمتم هذه عن طريق العزف أو لم يكن، فكلها من الإحداث في دين الله عز وجل وباسم الدين. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله، وبما أن الحديث جرنا إلى هذه المسألة وهي مهمة جدا، مسألة قراءة القرآن بالمقامات، الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عنها، عن قراءة القرآن بالألحان الغنائية، قال: هي بدعة. وفي رواية عنه قال: هي بدعة لا تسمع، يعني حتى من يسمع لهؤلاء يحذر، لأنه سيسمع إلى بدعة. ولما أتاه رجل فسأله عن قراءة القرآن بهذه الألحان، فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي محمد. قال: أترضى أن يفعل باسمك هكذا محمد؟ فقال: لا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله أنكر ذلك وقال: إنما يفعلونها لأخذ الأموال، وقد تفعل لا من أجل أخذ الأموال فقط، قد تفعل من أجل الشهرة، قد يكون لغرض دنيوي. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر له ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم من الترتيل والترجيع، قال: ليس هذا من هذا، وأنكر أن تطبق هذه الأحاديث على هذه الألحان، وأنكر الأحاديث التي جوزت قراءة القرآن بهذه الألحان، فأنكر إنكارا شديدا. ولذلك ماذا قال رحمه الله؟ قال: لو قرأ كما يقرأ أبو موسى الأشعري بحزن لكان. لما؟ لأنه أمر طبيعي تقتضيه الطبيعة.